مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا قصة بوافي، ألمت المغاربة بشكل كبير. هذا الموضوع بالضبط حتى المقدمة فيه يعجز اللسان على الكلام فيه، لأنه قصة مؤثرة ما توقعناش بهذا الشكل ولا أبعاد. احترام الرأي العام، أول ظهور بوافي بعد أن تلقى الخبر الأخير اللي كان صدمة كبيرة ليه والمغاربة، وفاة الأم دياله. ليتنوى الرأي العام أكثر في الموضوع بشكل مختصر، غنعاود القصة. بوافي 28 أو 27 سنة، كبر في الجديدة، كبر بدا كيعرف، كتبان ليه الملامح ديال العائلة ديالو، بالأخص جداه عمامه كتختلف على الملامح ديالو. بدا كيسول، بدا كيعرف، وصل شيئا ما لسن الرشد أو النضج، إذا صح التعبير مازال ما وصلش لسن الرشد. قالوا لي الحقيقة أنه الأب ديالو كاين في أمريكا، جابوا من الكوت ديفوار. الأم ديالو سيلفي أوبو أوهو من الكوت ديفوار، تما فين تزادت وتما فين تعرفت على الأب ديالو. طلب منها، طلب بواه، طلب من الزوجة ديالو طلب، قال لها جد، قال لها بواه بغي يشوفه، يعني الجد ديال بوافي. عطاته الابن وهي ربي اللي علم بها، والدليل في الوثائق اللي عندنا. عطاه وعد انه غير يردوا لها في شهر، هو كان له رأي اخر. جاب الود الجديدة، عطاه الجداه، مشى الميريكان. الى يومنا هذا قطع مع امه، مع عائلته، قطع مع ولده، قطع مع كل شيء. هنا صعبت الأمور. ملي عرف بوافي الحقيقة لم يتوانى ولو لحظة، وبالضبط من وصل سير رشد مشى حتى الكوت ديفوار، هي ما يقلب، ما وصلت النتيجة. هنا الله سبحانه وتعالى هو القادر والدعم للمغاربة، أنه ربط بين الاتصال، تناولنا الملف وجهنا للمغاربة. بدات واحد اليوتيوبر كاينه في الكوت ديفوار بخطوات في الاول مشكوره، من بعد دخلات شابه من الجاليه المغربيه في ايطاليا اللي لها علاقه خاصه بالناس ديال الكوت ديفوار، بحثت معهم في الموضوع، ناقشته معهم، ودخلت للجمعيه ديال الكوت ديفوار، تواصلت مع الناس ديال الكوت ديفوار. تما بدات الامور كتغير. جمعيه ملمه بالاسم اللي هو سيلفي اوبو اوهو، عرفت هذا الاسم غادي يقدر يكون في الجنوب، نموذج بحال كما قلت في الفيديو السابق كي وقع عندنا في المغرب، كنعرفوا الناس ديال فاس من، او اذا صح التعبير دكاله، من عبده، من ريافه، من الامازيغ، بداو كيبحثوا، عرفوا بانه هذا الاسم غيكون في الجنوب. تكلموا مع واحد من القبيله معروف في ديك المنطقه، ساعدهم بقوه، قال لهم جيو انا لقيت العائله. انتقلت الجمعيه اللي هي منتدى النساء الايفواريات لعين المكان، بداو كيبحثوا، وصلوا للعائله. الدور ديال الشابه اللي هي مغربيه من جنسيه إيطالية، حاولت ما امكن انه تنسق بين بوافي والجمعيه والعائله. تما عطاو السر والدليل والوثائق وبعض الصور ديالو اللي كاينين تما في الكوت ديفوار، عرف شكون هي عائلته. الخبر الصادم ان الام ديالو توفت في 2015، عانات سنين طوال بشهاده الجميع وهي كتقلب على ولدها. نفس الشعور ونفس الاحساس، بوافي محروق على الام ديالو، والام ديالو محروقه على الابن ديالها. الام ديالو ملي اختفى الزوج ديالها الاول اللي هو الاب ديال بوافي، تلاقات بجندي فرنسي في الكوت ديفوار، تزوجت به، ولدت معاه بنية، انتقلت معاه لفرنسا، ولكن الوضع ديالها ليس على ما يرام. بكثرة الصدمة كتقول لهم ولدي باقي عايش. الأكثر من ذلك، وصلوها إشارات أنه ابن ديالك ما كاينش، توفى، وأمور أخرى. هذا موضوع غنجيو ليه من بعد. في الأخير الصدمة ديالها في 2015 توفات، وهي في حسرة من أمرها على ولدها. بوافي توصلنا الخبر، نقلتوا الرأي العام، مشكورين، تفاعلوا معنا، وكنوجه الشكر صراحة اليوتيوبر اللي ساعدات، وكذلك بقوة الشابة اللي في إيطاليا والجمعية اللي في الكوت ديفوار، وكذلك سامي اللي هو يوتيوبر تما، ومجموعة من اليوتيوبر اللي ساهموا باش نوصلوا لهذه النتيجة. بوافي تصدم
قلت في الفيديو السابق الوضع دياله صعب، لأنه كل واحد يحس يدير راسه بلاصته من أصعب الأشياء. هو معي الآن غادي نشوف معاه الحوار اللي دار بينه وبين العائلة، كاين مستجدات، والجميل في الموضوع أنه وصلنا للإبنة. تبعوا معي الإبنة اللي هي أختك، الله يرزقك الصبر يا ربي. هذه الكلمة الأولى اللي غنقول لك، أنا عرفتك بأنه تصدمتي، ما توقعتيش الوفاة ديالها، أمنيتك تشوف أمك، ولكن القضاء والقدر. لازال أنا الأمل أن كما قلتي لي قبل من التصوير في الهاتف، قلتي لي نشم رائحة الأم ديالي في أختي. غادي نبدأ معاك من اللايف، في الوقيتة اللي كتشوف العائلة شنو اللي وقع؟ السلام عليكم. اول حاجه ملي شفت اللايف مع العائله ديال الوالده ديالي، لانهم تما تشوكوا انه ما صدقوش انني مازالني عايش، درت معهم لايف على طريق ديال الجمعيه النسائيه. نسقنا لايف مع العائله، شفت الخالات ديالي، شفت الخال ديالي، عرفت القصه، عرفت الوفاه ديال الام ديالي، عرفت بانني راه عندي اخت. كيف ما صرحت في الفيديو الاول بان داك الكلام ديالي كامل طلع حقيقي، يعني الاخت ديالي شي عايشه في فرنسا، وتعرفش على العائله كامله اللي شي رحبات بقوه، وكنت نتعذر باش تشوفني كما كنقولوا بتشويق كبير. وخا كانت صدمه كبيره ديال الوفاه ديال الام ديالي، خصوصا بسبب المرض اللي كانت مريضه به، ماشي مرض خاطر يعني مرض نفسي، يعني بالحسره ديالها ما شافتنيش. الحمد لله بعدا ملي عرفت هاد الخبار على ماما بحال هكا، و كيف ما كنقولوا الله يسمح لينا من الوالدين كيف ما كان الحال. والام ديالي مشاش عند الله، الله يرحمها، كنتمنى لها الرحمه، كنتمنى نشوف الاخت ديالي كيف ما كيقولون نشوف فيها الريحه ديال ماما. حنا راه جارين في البحث وفي التنسيق كيفاش نتلاقى بالاخت ديالي، ومن الاهم الحوايج هو نرجع نشوف العائله ديالي، حتى هي اللي كتسنى احر من الجمر. قلتي لي شي حوايج الله العظيم الا هما كيالموا ايجابيين، غتعاود ليا على خالتك اشنو قالت لك؟ قلت لك انت اللي دزتي عندنا الاول، قلت لك انا اللي كنت كندير لك ليكوش ونخرقك ونلعبك، وقلت لك الامنيه ديالي انني غير نمسك. قالت لك كنتمنى هادشي. خالتك هذه اللي كبراتك من يلاه دزتي، يعني الاخت ديال سيلفي، ياك عاود ليش اش قلتي انت وياها بالضبط؟ شنو عاودت لك؟ من اول لقاء عن طريق الفيديو في الواتساب، خالتي تفاجئت بزاف، قالت لي هي اول هضره هضرت معايا، قالت لي ماما راه الوحيد اللي كانت كتامن بانك راك باقي عايش، فهمتي؟ وهي قالت لي انا راه شن هضر معاك وانا بلاصه الام ديال، قالت لي انا اللي ملي تزادي شي كنتي عندنا كبرتي عندنا، زعما انت اول مولود في العائله، انت هو اهم مولود كان في العائله ديال الوالده ديالي، يعني انا اول مولود دخل الفرحه في ديك العائله. وقالت لي كيفاش كانت كتعامل معايا في الصغر، وكتلبسني حوايجي، وكتوكلني، وكيفاش كانت كتساعد ماما التربيه ديالي. وهي قالت لي كيما بهذا الحرف انها ما غاتيقش تمسني انا بوش انا هو انا عايش ولا ما عايش. وهضرت لي على بزاف ديال الحقائق اللي عرفتها منها، ومسكينه شي باغا تشوفك وباغا تعانقك كما كيقولوا. عاود لي هاد الحقائق اللي قالت لك. عاود الحقائق هو ان ماماك ما سمحاتش فيك، وهي مرضاش سنين، قالت طلعت لي ملي قبل ما تولد الاخت ديالك وهي كتقلب، وهي تقلب، وقالت لي بان راه كاين الادله بان باش قلبات باقين عندها، كما شاف الناس الادله ديال الجنازه وداك الشيء. هادي هضره غنقولها باش نبارطاجيها مع كاع الناس. هي قالت لهم بان شي حوايج خاصو يجي هو تما الكوت ديفوار باش ياخذها. انا ما عارفش يعني ميساجاج كيفاش كانت كتقلب عليا، كيفاش كانت. المهم ماما ما ماتش بالحصر، هذه من الحوايج اللي قالت لي خالتي. وكما قلت لك في الاول، قالت لك انت اهم مولود في العائله، يعني انت الاول. يعني خالي ضري قال لي مرحبا بك، هنا كاين الام ديالك والاب ديالك وسط العائله، ولكن انا دابا عندي علاقه اكثر بالخالات، الخالات اللي شيهضروا معايا، للخالة الصغرى وللخالة الكبرى. عندك دابا معهم الواتساب، التليفون كيدو معك؟
تواصل معهم يوميا، كنت تواصل معهم يوميا جوج مرات في النهار، ودي يعني الحال عجبهم بزاف وفهمشي قلت لي مرحبا بانك رجعتي لينا، وكنتمنى نتلاقى بك نشوفك في اقرب وقت. انا دابا في هاد الساعات تعرفت على الخبر ديال الوفاة ديال الام ديالي اللي ألمني الصراحة، ولكن اللي فرحني بزاف هو الطريقة باش كترحب بك وكتقلب عليك العائلة، لان من الهضرة ديالي مع خالتي قالت لي بانني راه غادي نقدر ندير عرس كبير باللغة ديالنا حنا المغاربة من النهار اللي غادي تجي. وحنا في حاليا كنتمنى شاني نتلاقى بالاخت ديالي باش نقدر نشم فيها الريح ديال الوالده ديالي، لان هي اللي قريبه لك اكثر، واخا العائله كترحب بيك، ولكن الاخت ديالي بحال كنقولوا بقى ما وجدناش راس الخيط ديريكت معاها. ان شاء الله نتلاقى بالاخت ديالي. بوافي، الله يرزق الصبر من جهه، ومن جهه ثانيه هنيئا بالعائله، ويا ربي نوصلوا الاخت ديالك وتكمل ان شاء الله الفرحه في الاخير. ما عرفتش اش غنقول لك مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان عن الكلام، والله العظيم قصه بوفي قصه غريبه، ولم اكن اتوقع انه غتكون بهذه الطريقه، لا انا لا المتتبعين لا الجميع. بوفي قصه ديالو صراحه كتبقى في التاريخ. الامل في رب العالمين والدعم للمغاربه اننا ننتظر يا ربي الاخت ديالو تستجب لها الطلب، تشوف خوها وهنا يبان ليه شنو الخطوات الاولى اللي غيدير، اللقاء ديالو باختو ولا ينتقل لكوت ديفوار عند عائلته اللي رحبوا به بصدر رحب، خوالاته اللي كبروه، يعني امور كتالم. بوافي كيشوفوا في دابا سيلفي اللي هي الام ديالو، وهذا ما نتمناه مشاهدينا الكرام. عما قريب ننتظر القرار النهائي الاخت اللي الاب ديالها اللي هو الزوج ديال سيلفي، اللي سيلفي اللي هي الام ديال بوافي، على اطلاع ودوات معاه. مشكوره الشابه المغربيه اللي دارت مجهود كبير في الموضوع، تواصلت معاه، وننتظر القرار النهائي. لما لا انه يكون في المغرب لقاء بين بوافي والاخت ديالو، وهنا نشوفوا التتمه انه بوافي يكون بين احضان العائله ديالو. نحن على تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات القضيه. قصه بوافي قصه لا تنسى مشاهدينا الكرام. تعليق المواطن، شكرا لكم.